طيب لا نقدم له السيد طبعا سليماني العربي امين عام جمعيه التضامن المتوسطي مقرها بمدينه كليشي الضواحي الباريزيه. جمعيه التضامن المتوسطي معروفه الاهداف النبيله ومساعده الهدر المدرسي بالمغرب، مساعده الطبيه في اي ما يكون، مساعده في تقديم وتنظيم مهرجانات داخل الوطن الحبيب. وكذلك عندنا مجموعه من المشاريع هنا مع مجموعه من الجمعيات ومجموعه من الاخوان كنظموا هنا داخل وخارج المغرب. هذه الجمعيه العمر تاعها تقريبا من 1997، يعني عمرها حوالي 19 سنه حتى 20 سنه. عندها باع كبير في المساعدات داخل وخارج المغرب بمشاركه مجموعه من الاخوان على راسهم يعني في السيد جون اللي كيساعدنا بزاف 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 في فرونتيير ماروك سون فرونتيير، اللي كيساعدنا بزاف في هذه المسائل هذه. من اهداف كذلك من غير تنظيم مهرجانات داخل وخارج المغرب كنقوموا حملات تحسيسيه كما قلت لك في محاربه الهدر المدرسي وما الى ذلك. بالنسبه للاحتفال اللي احنا فيه الان نتكلم عليه شويه، لان اصلا هذه ذكرى غاليه علينا بزاف، ذكرى 60 لاستقلال المملكه المغربيه. كما شفت حضرتو وشفتو البارح كنا حضرنا واثرنا الندوه كان الهدف تاعها في مدينه كليشي بمساعده بريد كليشي ومساعده السيد ميغ السيد لو ميغ مسيو ميزو اللي كان اختن فرصه باش نشكرو من قريب ومن بعيد على جميع المساعدات اللي قدمها لنا وانجاح يعني لا الندوه اللي نظمناها البارح اللي كان الهدف تاعها هو تقريب ويعني تسليط الضوء على العلاقات المغربيه الفرنسيه والى اين وصلت يعني هذه العلاقه في مستوى الصداقات فيما ذلك. بالنسبه لليوم فهنا يعني بعد ما حضرنا يعني اثرنا هذيك لا كونفيرونس هذيك اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم كاينه سهره كبيره حضرنا فيها مجموعه من الفنانين على راسهم يعني عائشه تيشنويت ان شاء الله غادي تكون تحضر معنا بعد قليل، الفنانه زهره، الفنان الكبير الاخ كاستا، مجموعه كناوه، مجموعه حساني لحد الان كتسمعوا الصدى ديالها. انجاح هذا يعني هاد اليومين تطلب يعني تضافر مجموعه من الجهود، لا بالنسبه للاعضاء اللي كنشكرهم جميعا على راسهم السيده الرئيسه لاله زين العلوي والاخوان كلهم يعني لاله نعيمه، لاله سي مويسا، سي سعيد، يعني الاخوان كلهم سي محمد ولا لاله مريم ولا حسنه مويسا فاعل جمعوي من ورئيس جمعيه اولاد نومه للتنميه المستدامه وكذلك رئيس التنسيقيه الدوليه لدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربيه. هذا الحفل هذا كان من عاداتنا كجمعيات اللي كنظموا كل سنه سواء حفل ديال المسيره الخضراء او الاستقلال ديال المغرب. وهذا العام هذا الحفل هذا نظمناه مع جمعيه الاورو ميديتراني اللي الرئيسه ديالها هي زينب العلوي ونظمناه في هذه المدينه الجميله ديال كليشي وحضروا فيه جميع ديال الفنانين فوالا وكذلك بمساهمه البنك الشعبي وجميع الفعاليات ديال حضروا جميع الفعاليات ديال المجتمع المدني. الهدف من تنظيم هذه الحفلات هو تحسيس لهذه الجاليه المغربيه باش تحس بان حتى هي كتساهم في الاعياد الوطنيه ديالها. كنحتفلوا بهذه الاعياد باش يكونوا حتى الاولاد ديالنا يحسوا بان مغاربه وكنحتفلوا بعيد الاستقلال ديالنا وكنحتفلوا بعيد المسيره ديالنا حتى هي. كل شيء هذا الشيء راجع لتحسيس الابناء ديالنا.